السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما تتشوفوا هذا الفيديو اللي هو ان شاء الله غادي نديروا الحلوة اللي هي الحلوة ديال العيد من واحد العجين. غنخرجوا ثلاث اشكال ولا اربعة على حساب داكشي اللي بغيتو نقعوا ان شاء الله. عندنا الدقيق على حساب الخليط، عندي هنا واحد 700 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا شوية الكوك، هادشي تيبقى للتزيين. وعندي هنايا الحوايج الاساسيين، بسم الله نبدا، اللي هي 250 غرام ديال الزبدة، اللي هما ثلاثة د البيضات، وغنحدد منهم بيض ديال البيضة، وعندي معلقة ديال هذا ديال الحليب غبرة، وعندي نص كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال السنيدة، واللي تيبغي الحلاوة يزيد السكر، يدير كاس ربع ولا كاس ونص. هادشي اللي عندنا للعجينة، والتزيين إن شاء الله عندنا الكونفيتير، وغادي نجيب حتى الكونفيتير ديال الفريز. وعندي هنا شويه جنجلان، وعندي هنا شويه الكاوكاو مهرمش، ممكن ديروا اللوز مهرمش، وعندي هنا شويه الشوكولا، وعندي هنا شويه هذه واحد الغبره كاوكاو ديال الحلوه اللي هي ديال الباتيسري سبيسيال، تقريبا واحد 8 غرام ولا 7 غرام. وهذا التزيين شويه ديال اللوز، ونبداو على بركه الله. داك الكيس ديال الخميره نخوي هنا ونخلطو، وهذا الفاني نخوي هنا، والخميره نخويها هنا، والحليب نخويه حتى هو دقايق مع السكر، ونبداو نخلطو في هاد. انا درت البيض حيت منو البيض ديال البيضه، ها هو درت ثلاثه د البيضات وحيت البيض من وحده، ونبداو على بركه الله. خلطت الخليط، نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، نشوف شحال غتهز ليا حتى كنجمع هاد العجينه. بعد ما عجنت ديك العجينه ديالي وجمعتها، شوفوا راه تتبان زوينه، غنقسمها ان شاء الله، نحدد لنا واحد المورصو اللي غندير فيه الشوكولات اللي وريتكم، وهذا غنخليه هكايا وتزين، راه تيبقى اختياري باش نديرو قاد قلت الشكل. هذا غنحددو نديرو فواحد الجبان ديال ولا صافي، وهذا غنبداو نشكلو ان شاء الله الحليوات ديالنا. دركايا غنزيد هذا ديالنا هنايا الغبره ديال الشوكولات، ونشوف واش ولا كحل، ونزيد هذاك الشويه اللي بقى ونجمع. بعد ما عجنتها شوفوا كيف تتجي، راه تتجي زوينه، غادي نشكلوها هكايا، شوفوا كيف تتجي راه كيما درنا ليها هكا. شوفوا العجينه باش تعرفوها ناجحه كيما درتو ليها تعطيكم الطوع، درتو ليها هكا، درتو ليها هكا، صافي تعطيكم الطوع، تكون عجينه رطبه، ونديروا ليهم هكا. غادي ان شاء الله نكملوا هادو حتى همايا وندوزوا نوريكم الحليوات ديالنا، غنوريكم كيفاش نشكلهم. انا شكلت هادو، انا غنبدا معاكم بعدا. هادي اللي درنا فيها الشوكولاته هانتوما شوفوا، تنديرو هكايا مثلا باش نديرو كريكيبه، نديروها في هذا في البيض ديال البيض كيما هكا، نقطروها عاد البيض ديال البيضه راه فيه البركه ما شاء الله، ونديروها هكا في الكوك تنمرمدوها. وهانتوما يا معانا شوفوا كيف تايجيو، هانتوما راه تايجيو زوينين، نديرو هكا، وغادي ان شاء الله نديرو فيها حفيره هكا بشي حاجه ولا بصباعنا، وملي ندخلوهم الفران واحد 10 دقائق هكا كيتنفخوا هاد الحفيرات، راه تيتنفخو، يمكن نعاودوهم بشي قضبه ديال الموس ولا داكشي اللي عندكم. انا شكلت هادو، انا غنوريكم كلشي، انتم تتابعوا معايا. وهذه اللي هكا اللي قلت لكم ديروا لها هكا، غادي نشدوها هادي باش نديروا الشكيلات، عجينه وحده ممكن نخرجوا منها بزاف ديال الشكل. درت اللويزه هكا، غادي نسد عليها هكا بهذه الطريقه، تاهي نديرها هكا في البيض ديال البيض، ممكن نديروا عي من جهه، انا نديرها من جوج جوي بحال هاد الطريقه هادي، نديروها هكا في اللوز. الا بغيت تكون اقتصادي زعما ما تهزشكم اللوز، فندو واحد الجهه، ما حتاش تتفندو جويه بجوج، وحنا غاديين. وهذه ثاني الجاوجه اللي غنديروها من جهه خير، ما نديروش من جويه بجوج هكايا، ونديروها في الجنجلان، هذه ما فيها والو الجنجلان، ونديروه هكا باش ما تتنفخ الجناب ديولها تيجيونا عامرين، ونبقاو غاديين. انا درت معكم هذه اللي باللوز، هذه اللي بالجنجلان، هادي اللي غنديروا لها الشوكولات ان شاء الله ندقبوه، كتجي بحال الدميعه بحال هذا، غتجي زوينه. وهادي اللي غنديروا بها ان شاء الله غير شبون، هادي راه ما فيها والو، هادي غنديروا بها ان شاء الله غير شبون اللي كتجي بهذاك بالكوك ان شاء الله. وهادي غنديروا لها هكايا، غادي نشكل معاكم زعما الشكيلات اللي غيخرجوا لنا ان شاء الله زوينين. هادي اللي غنديروا لها هكا حتى هنايا نفندوها هنا، اللي غنديروا لها كونفيتير من الوسط هكايا. انا اصلا نتبع معكم وتبقاو غاديين هكايا، هكا ديروا هكايا، هادو غنديروا فيهم الكونفيتير او الشوكولا لداخل ولا اللي بغينا، وهادو غنديروا الشوكولاط، غنديروا فيهم الشوكولاط، ونبقاو غاديين. ندير معكم الدميعه ما وريتكمش، نمسح يدي. هادي غنشد هادي اللي هي كريكيبه هكايا،
وهذا الرش هذا فارينه، الا كانت جاريه، ما كانت جاريه راه تجيكم ساهله. نديرو هذه تيقولوا لها الدميعه هكايا، ولا على حساب نديرو هكايا وتيرات تجي زوينه حتى هنايا، ونلصقوها نحاول نلصقوها مزيان ونديروها هنايا حدا اختها ونبقاو غاديين. وهانتوما معانا الى الشكل النهائي ان شاء الله. وممكن ديروا لهم حتى هكايا، ديروهم بالشيرولو، ديروا لهم هكا، تقطعوهم تقطعوهم بالكاس هكا دواور، وديكوريهم ثاني بالشوكولا باش ما بغيتو باللوز بالكاوكاو بالقرقاع. يمكن ديروا منهم الصابلي هادو ثاني تيجي زوين. انا ما غاداش نديرو للاسف، ونقدر ندير معكم وحيده باش نوريكم ان شاء الله. نحاول على الله، غادي نحاول ان شاء الله ندير معكم واحد الصابلي الا قدرت. نحاول ان شاء الله راه تيجي زوين من هاد العجينه. ممكن نديروه كوغريسه، ماشي كوغريسه، حنا نشدو عجينه كبيره ونطلقوها بالدلاك ونقطعوها بهذوك التقاطع او الكيسان ونديكوروها ثاني باش بغينا. الشوكولات البيض، الشوكولات الكحل، الكاوكاو، اللوز، باش ما بغينا، اللي بغينا تيجي زوين. غنحاول ندير معكم وحيدات ان شاء الله اليوم. ما نقطعش بالكاس لانني ما غنديرش بزاف، هذه وحيد جوج وحيدات غن ان شاء الله نوريهم لكم اللي يطيبوا. هانتوما انتوما تلقوه بالدلاك، انا طلقتو ايه هكا بيدي باش نوريكم ايه شويه. بغيت ديروه هكا دواور، ديروا دواور. انا غنديرو على الطريقه اللي كنا نديرو بكري اللي تنعرفو، اللي هي حلوه الشهر. غاتيق ان شاء الله غير هكايا هكا باش ديكوريه وتيجي زوين ان شاء الله يا ربي. نوريكم ايه الطريقه، انتوما نقعوا ان شاء الله. هاد الحلوه راه اقتصاد ديال اللي تيبغي الاقتصاد تيدير هاد الشيء. هاد الشيء راه اقتصاد اللي كان تيدار بكري، حتى اليوم باقي تيدار. نرجعوا لداك الشيء تاع بكري ديال والدينا وديال داك الشيء جدودنا، داك الشيء كنا تنعقلوا عليه. نبقاو غاديين هانتوما معانا. هانتوما هالحليوات ديالنا بعد ما خرجناها من الفران. هادو غنديروا بهم غير شبون، درنا درت واحد لاطه اخرى زايده. هادو اللي هما في هذاك اللوز فيلي، ممكن ديروا لهم واحد العواشق ديال العسل ما يكونوا سخان وكتسقيوهم بها. اي عواشق انا خليتهم، ما غاديش نسقيهم، غنخليهم هكا ناشفين. هادو غنديكوروهم، هادو غنديروا لهم الشوكولا. هانتوما معانا، شوفوا الشوكولا اللي غنديرها مع معلقه ديال الزبده صغيره حيت عندي شويه ديال الشوكولات. ممكن ديروا هذا الزيت على حساب نتوما واش كتبغيو. صافي غنخليوها تذوب هكا في حمام مريم اون باه دو ماري، ونخليوها تذوب. هذا هو اللي درنا هنايا، هانتوما غنديروا له هكايا. ممكن ديروه بمعلقه، انا سخنت شويه الكونفيتير، وممكن ديروه حتى بارد الا كان الكونفيتير عندكم انا سخنته شويه. كاين اللي تيديروا بارد الا كان جاري، كاين الكونفيتير اللي جاري وكاين اللي ماشي جاري. وهكايا تندقزوه تنديروه هكايا، صافي تديروا له هكايا. شوفوا كي تجي تجي زوينه. الا سخنتوه راه ما تهزش الكونفيتير، الكونفيتير شويه برد ليا. صافي تديروه هكايا وتبقاو تحطوه وتكملوا هذا الشيء ديالكم. وهذا غنشدو نديرو هكايا. هذا درت فيه الكونفيتير اللي قلت على فريز، ما بقاش عندي بزاف حيت انا خدام تبارك الله درت به، كان عندي خدمت به. ناخذ نحقدو له هذا هكا بالمقص ونديرو هكا، ولا نديرو شي بوش اللي عنده البوش تيدير البوش، اللي ما عندوش تيدير ايه هكايا. تجي زوينه ورائعه، شوفو كي تيجي. كل اللي تهزيه بالعاشق تيدير، وتنبقاو غاديين. شوفوا كي درنا ليها هي باش نوريكم، راه تيجي ساهل. وحنا غنكملوا التزيين ديالنا. شوفوا هذه كيفاش تجي، ديال غيش بون. شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا كي تجي، تجي زعما كاين زوينه مفرطه، ماشي كارمه، ماشي تجي رطبه. حنا تندقبوا في هذه الشوكولا ديالنا مع ديك الزبيده، راه غادي تجي ان شاء الله زوينه. تناخذوا هادو كنديروا فيهم شويه ديال الشوكولا هكايا، راهم تيجيو زوينين. نعمرهم هكا بالشوكولا غير هكايا، صافي تنخليوهم. وهذه اللي تنقولو لها الدميعه هكايا، الشوكولا ديالي معتملها هكا جامده، ما جاتنيش جاريه. نزيد خصني نزيد فيها بقلا شويه الزبده ولا الزيت. صافي تنخليوها هي الوجه ديالها الفوقاني هكايا، ونمرمدوها هكا شويه الكاوكاو كلها. ممكن نخليوها هكا ونشوفوا معنا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. بقاو غاديين. ممكن صافي تنعمرهم هكايا، حيت الشوكولا كان جاتني شويه خاطره زدت واحد المعلقه ديال الحليب. هذا راه شتا ولات زوينه، حيت ما عمرني ما خدمت بهذا الشوكولا، مشيت نشري الشوكولا ما لقيتش،
وجبت اي شوكولا ما عمرني جبتها، مي دقبتها في هذاك في الباه ماري ما بغاتش تذوب، وعاد زدت فيها شويه ديال الحليب. مع دابش راه دابت، غنخليوها تبرد وغنديروها في الطبسيل. عجينه وحده درت منها هذا الشيء. المهم غنوريكم التقديم تشوفوه شحال من الشكل ان شاء الله. وهانتوما ها الشكل النهائي ديالنا، راه تجي الحلوه زوينه ولذيذه وديال تحمرت الوجه. ومن عجينه وحده خرجنا هذا الطبسيل كامل، وفيه هذا وهذا وهذا، الا هاد الجوج اللي ماشي منه. هاد الجوج درتهم البارح هادو وحدهم، انا دايرهم في القناه ما درتهمش لكم. هذه ديال هذه المحن ان شاء الله ديالتنا اللي درت بالكاوكاو، راه تجي زوينه ولذيذه. وشوفوا الحلوه من عجينه وحده شحال خرجنا ديال الحلوه. هذه اللي فيها الكاوكاو، هذه اللي فيها الكوكو والشوكولات، اللي فيها الجنجلان، اللي فيها اللوز، اللي فيها هادو هما هذوك. ممكن ديروا بزاف من هادو، ممكن ديروهم دايرين، ممكن تزوقوهم زواق اخر. تنتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم. عواشركم مبروكه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.